الينا عبر الهاتف من العريش الناشط السينوي محمد عبد الله. اهلا بك محمد. يا هلا بك، يا مرحبا استاذ عمر. محمد، يعني ما هي الاوضاع الان على الارض خاصه بعد ورود بعض مقاطع الفيديو لعمليات الاخلاء من المنطقه الحدوديه مع قطاع غزه؟ يعني هو العنوان الرئيسي اللي ممكن نبدا به ونسطر به الكلام مع قناتكم الكريمه ان سيناء في خطر الان، فعلا في خطر شديد وكبير. يعني عمليه التهجير لم تكن اليوم فقط، عمليه التهجير بدات يعني منذ اللحظات الاولى للانقلاب. يعني كان هناك فعلا تدمير للبيوت بشكل يعني متدرج، كان هناك تجريف للاراضي الزراعيه واقتلاع الاشجار الزيتون والفواكه بشكل يعني كبير جدا، كان هناك عمليه قتل ممنهجه ويعني قطع جميع الخدمات اللي اصلا يعني يحتاج لها كل مواطن. فكان في عدد كبير جدا اصلا من ابناء مدينه رفح والشيخ زويد هجروا المنطقه من قبل هذه الايام، من قبل القرار الاخير اللي اتخذه الانقلابيين بحق ابنائنا واخواننا يعني نعم. في منطقه رفح والشيخ زويد. وخاصه مع هذا الاسبوع محمد، يعني هذا الاسبوع محمد، يعني تحديدا ما هي الاجراءات المختلفه عن ما تحدث عنه انه بدا منذ ان كان الانقلاب، ما هي الاجراءات الجديده الواقعه الان على الارض؟ الاجراءات الجديده انه يعني اتخذ العمل الاخير، العمل الارهابي الاخير الذي استهدف ابناء يعني الجيش المصري ومقتل 30 في عمليه غير مفهومه وغير معلومه، ويعني مش مصدق اي روايه من الروايات اللي بتتحدث عنها، يعني سواء روايات يعني جاءت عبر الانترنت او جاءت يعني من خلال يعني القوات المسلحه. فهم استغلوا هذا الحدث في يعني تنفيذ المخطط المسبق له. يعني الان التنفيذ يعني بين عشيه وضحاها، الاخلاء لابد ان يكون فوري. هناك تحذيرات لابناء رفح، تحذيرات لابناء رفح، ان لم يخلوا المباني والبيوت التي يسكنون فيها فسوف يتم تدمير البيوت على رؤوس ساكنيها. فبالتالي الناس اصبحت الان في خطر، لان هناك قتل ممنهج. يعني هناك يعني بعض الناس سقطت قتلى في القصف الاخير، منهم اطفال وليس ارهابيين او تكفيريين كما يدعي الاعلام. فهناك يعني الناس تتعرض للخطر وتتعرض للقتل وتتعرض للإبادة. فبالتالي الحل الوحيد هو أن ينفذ بجلده وينفذ بروحه وينفذ بأهله. فالآن عملية التهجير تتم بشكل سريع لا يفهم معناه نعم. إلا أن هناك أمر يدبر لرفح. بمناسبة يعني أو بالنسبة لعمليات التهجير كما تقول، تحدثت جريدة الشروق المصرية عن مبلغ مالي وقدره 300 جنيه على ما أذكر في الخبر سيتم اعطائه للمواطنين الذين يخلوا منازلهم. يعني ما مدى صحة هذا وما مدى صحة هذا القدر المالي الذي يعطى لمن يخلي المنزل؟ هذا كلام إعلام فقط، كلام يعني لاستهلاك الوقت، كلام للتخدير المواطنين. أنا قلت يعني قبل ذلك يعني أن هناك عملية تهجير من قبل ذلك، فالذين ذهبوا وتركوا بيوتهم من قبل أن يكون الإخلاء الأخير الجبري الذي تقوم به القوات الانقلابية الآن، يعني ذهبوا دون أن يكون هناك مستند ورقي يعني يعطيهم هذه الأموال، أو مجرد كلام يقال من مجلس المدينة ومن المحافظة ووعود من القوات المسلحة، لكن الناس أصلاً يعني تركت البيوت خوفاً على حياتها. أنا أعرف يعني بيت يعني من البيوت الموجودة الآن في العريش يستقبل حوالي 40 فرد من ابناء عمومته، 40 فرد مقيمين عنده في البيت حتى يجد لهم اماكن اخرى يستطيع استئجارها او يستطيع ان يسكنوا فيها او يستطيع ان يرحلوا اليها، يعني حتى يعني ينجوا بارواحهم وانفسهم واولادهم وممتلكاتهم. فامر ال 300 جنيه، حتى كلمه 300 جنيه في الوقت الراهن يا استاذ عمر يعني لا تصلح ان تقال. يعني اقل قيمه اداريه الان موجوده في العريش، اقل قيمه اداريه لا يعني لا تقل عن 600 700 جنيه عشان تلاقي شقه متواضعه. فهذا كلام يعني ليس له اساس من الصحه. هو مجرد استهلاك ومجرد يعني دعايه اعلاميه لكي يعوض ابناء يعني مدينه رفح والشيخ زايد، وهو ليس في الحقيقه موجود. شكرا لك محمد عبد الله الناشط السيناء.